صدر الوحيد فريد أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل محسن بحسها يحبها حبي دما. بل الحما والوطن من منه يحبها مثلي أنا مثلي أنا. نهاد فتحي، انت افتتحت الحفل اليوم وختمتيها بالصوت الرائع. اول شيء بدي اسالك، بنات النيل امتى بلشوا وليش بنات النيل وليه كل هالصبايا الحلوين مجتمعين الليله؟ طبعا هنبتدي بالاسم الاول، بنات النيل ليه؟ علشان طبعا احنا كلنا من مصر طبعا، واحنا النيل علامه بارزه في حياتنا. بدأوا من 98 بس انا التحقت بيهم حوالي 2001 تقريبا، يعني برضو ليا معاهم 12 سنه مثلا. يعني ايه تاني؟ وليه كلكم صبايا؟ بصي، كلنا في اوركسترات في دار الاوبرا المصريه، بس في يعني في موسيقى عربيه او في الاوركسترا سيمفوني او في اوركسترا دار الاوبرا، لكن يعني في معانا بويز اند مينز اند مني. اوكي، لكن يعني فكره ان احنا نجمع بنات مع بعضيها يقدوا من اجل يعني الاختلاف، يعني انت اكيد لما تلاقي حاجه مختلفه هتنجذبي ليها، زائد ان كلهم طبعا بروفيشنالز، فواي نوت.
100%. الاختلاف اصلا جذب عالم كثيره. شو رايك بالحفله وبالعالم وبتفاعلهم معكم اليوم لانه ما نكون بمصر اليوم بلندن؟ فكيف كانت الحفله بالنسبه لك؟ هايله طبعا واحسن مما توقعت في استقبال الناس للاغاني. طبعا ان الناس في الغربه برضو ممكن يكونوا ناسين وممكن يكونوا يعني، بس اللي حصل النهارده ان هو مش ناسين، هو متشوقين، ففاجئنا بناس بتبكي وناس ميك اب بتاعها بيروح. ف الحمد لله كان تأثير، أعتقد الحمد لله أنه كان كويس جدا يعني. وطبعا ده انعكس علينا إحنا في أدائنا، أن إحنا يعني بقينا يعني متحمسين أكتر لتقديم يعني أفضل ما عندنا. ومعقول تجوا مرة جديدة على لندن ولا عندكم مطارح تاني رح تروحوا عليها قريبا؟ يمكن لعله التاني إن شاء الله، بس أنا يمكن بس برا بنات النيل. أنا سوليست في دار الأوبرا طبعا في الفرقة القومية في دار الأوبرا، وعندي مهرجان في نيجيريا برضو الأم كلثوم يمكن على عيد الام على المذرز داي، فان شاء الله هكون هناك في نيجيريا. يعني ربنا يا رب دايما معانا ويوحدنا ويسترها معانا كلنا، فاذا كان في الوطن العربي او حتى للعرب المقيمين برا الوطن العربي. ميرسي كتير لانه ذكرتونا بهالاغاني الحلوه وجمعتونا كلنا الليله. الف شكر لكم. شكرا.